36 37 37 38 شوشو 39 شربة شباط الو توني جايب لك معايا النهارده جايب لك حازم ابن خالتي يا ما جابوا الغراب لامه المجموعه الثانيه واحد ما كنت جبت معاك حزبتين فجل ما كان احسن وطبعا عايزين تتغدوا الحقيقه حازم هيتغدى واستحمى وغير هدومه هو كل هم في البلد يجي لحد عندي ويتسند استارح والله يا مدام انا اول ما شفتك قلت ان انت مش مرات اخويا صلاح هو اللي جوزك يا ناعم يا خفيف الظل يا ظريف انت يا رغم اوعى تكون فاكرني مش فاهمه انت جاي هنا ليه صحيح انت جاي ليه يا حازم ليه امك اشمعنى امك بعتها عشان ينغص علينا حياتنا عايزاك تطلقني ايوه بس مامي ميتها من 20 سنه طب ومال؟ طيب روحي دلوقتي حضري لنا لقمه يلا يا شرشر ادي اللي نبني من جوازه مش كفايه ساكن بلاش واكل بلاش نايم بلاش راكب بلاش وفي الاخر جايب لي الرمه ده معاك ما تضايقش نفسك اعتبرها رامبو رامبو لو هزقك هتكحي معاه اطلاقا خلاص على مهلك شربات خايف عليك لا تزور الحقيقه اكلها جن نفسها حلو قوي في الطبيخ انا واكل لغايه دلوقتي ثلاث حتت كفته اربعه ده غير الضرب اللي كانته في دايره قسم السيد رئيس المباحث صحيح شيء غريب يا اخي بعد كل اللي عملوه فيك ده وتدافع عنهم مهنتي المحاماه انا محترف ايوه كنت تنزل على القضيه لا يا صاحبي انا كسبان في الحالتين لو هم كسبوا القضيه هاخد اتعاب ولو خسروها هاخد تعويض طبعا طالع واكل نازل واكل قاعد واكل الفلوس مش كل حاجه يا مدام الحقيقه الولاد دول صعبهم عليا ظروفهم وحشه عمرهم ما لقوا اللي يقف جنبهم وينور لهم طريقهم دول عيال مجرمين الاجرام في دمهم وراسي ما ينفعش معهم حاجه ابدا ديل الكلب لن ينعدل حتى لعله في اخره قالب انا حاسس ان العهد اللي تعهدناه سوا هيعملوا المستحيل عشان يصونوه انا اراهنك ان في خلال 24 ساعه هيعملوا مصيبه تانية ويقفوا قدام النيابه اراهنك بعمري لا عمرك ولا عمري 10 جنيه منك ل 10 جنيه مني علقوا معايا وادي ال 10 جنيه بتاعتي وكمان نشلوك خدي بقى ال 10 جنيه مني يا بنت الرفضي تساي صلاح شوقي رئيس المباحث الناس خيبتها السبت والحد وانا خيبت جوزي مش على حد يا فضيحتك يا صلاح يا شوقي يا فضيحتك هنقضي بقيه الشهر ازاي مش ناقص بقى غير ان اديك مصروفك صح فين سيبني يا حاسم خد معايا ابني مش انا وانا مين هيساعدني بقى مصروفك Thank you.
ايه في ايه؟ ما لقيتش حد فوق. كاب. امال لو كنت لقيت كان حصل لك ايه؟ نعم. مساء الخير يا سالم. محسوبك عنتر العبس، كبير المخبرين العاملين لدى السيد رئيس المباحث صلاح بيه شوقي. تشرفنا. سيادة رئيس المباحث صلاح بيه شوقي بيقول لو امكن اللبس الميري بتاعه والبلطو عشان هو هيسهر النهارده شويه يطرد عصابه كبيره قوي قوي قوي. حاضر. مساء الخير يا مدام. مح 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 مح. محسوب القيس بن الملوح كبير المرشدين السريين العاملين مع السيد المقدم صلاح شوقي رئيس المباحث. بعتني بأمارة مكان باعت مع أنطرة العبس من نص ساعة عشان خاطر ياخد له البلطو واللبس الميري. بعتني عشان أخد التلفزيون والفيديو عشان النهاردة هيسهر في المكتب عشان هيقبض على عصابة أشرار قوي قوي قوي. حاضر. ما هو كان تلفزيون ماما وفيديو بابا. استنى ما أجيبهم لك. مساء الخير يا بنتي. أنا اللواء مهذب نصير، مساعد مفتش حكمدار فريق أول مباحث أفريقيا وكأس العالم. أنا يوسفني يا بنتي إن في عصابة من الحرامية استولت على المحفظة بتاعة المقدم صلاح، وإن واحد من أفراد العصابة جالك من إيمت شوية وقالك إن اسمه عنتر واستولى على الملابس والبلطو الميري بتاعه. بعدين واحد تاني من نفس أفراد العصابة جالك وقالك إن اسمه قيس واستولى على جهاز التلفزيون وجهاز الفيديو. ودلوقتي نما إلى علمنا إن العصابة بتخطط عشان تستولي على الطبنجة الميري بتاعته، عشان كده أنا جايلك أخدها منك وتحفظ عليها في الخزنة الميري بتاعتك لحين ما نقبض على جميع أفراد العصابة بإذن الله. هاتي الطبنجة. حاضر. برافو يا سيادة اللواء. انتبه. شباط. عين باشا. اهلا شربت باشا. ايه خير؟ سروا ايه؟ انا سروا الطبنجة واللبس الميري والبالطو والفيديو. طبعا سروا التلفزيون. ما رح اتفرجوا على الفيديو على ايه؟ يعني ما اكتفوش بسنة محفظة، سروا مني كل حاجة. ثانية واحدة شربات. واثبت كمان ان الفيديو خمسة نظام. يا فضحتك يا شربات، يا حرم حضرة رئيس المباحث. اودي وشي فين من الجيران، من فيفي وسوسو وعبير بالاسكندرية، ومن الاهل والاقارب والاحباب بطنطا، ومن بابا وماما وطنطا وانكل اهدي سلامي، واغنية كل شيء راح وانقرى. يا ساتر يا رب. تبقى بتحبها يا بطل. الضابط اللي ما يعرفش يحمي سلاحه يسيب الخدمة أحسن يا فندم. سلاحك هو شرفك يا عم. يا رضيع كلمني ميري أحسن لك. عمك ده في البيت. إيه خير؟ حاسة إن أنا غلطنا غلطة كبيرة قوي. غلطة تانية بتكسبي 75 قرش. غلطة ممكن تكلفنا حياتنا. يعني إيه؟ إحنا ما خدناش حاجة صلاحه بس، إحنا خدنا منه كرامته، ودي تمنة كبيرة قوي عنده. لا ده خوف بقى. ده عقل. وطب والعقل ده بيقول ايه بقى؟ بيقول لازم نرجع حاجة صلاح لحد بيته، وإلا انتقامه هيبقى شديد. ال 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 اللي يعمل ظهره أنطارة يستحمل الدوس. صدقوني لو رجعنا حاجة صلاح هياخد عننا فكرة كويسة، ويعرف إننا بنحترم كلامنا ووعودنا. الله، ده الحكاية فيها إن تك 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 تك. تكونيش فاكرة إنه هيحبك. لا ده أنت رحت لبعيد قوي. اسمعوا كلامي المرة دي بس وشوفوا هيحصل إيه. بعد ما الدنيا تهدى والعالم تنام، ناخد كل الحاجات اللي سرقناها من عند صلاح شوقي ونروح على بيته. ندخل العمارة ونطلع السطوح. انزل انا على الشقة بالحبل، وانتم تنزلوا لي الحاجات بعد كده حاجة حاجة. Thank you.
ارفع ايدك لفوق. لا الاول حط اللي في ايدك بدل ما يتكسر. سي صلاح بيه، هو انا جاي اقلقك ولا ايه؟ هات امك تلاقيني بعد اللي سرقتيه جاي تشتري تاني. جاي ارجع كل حاجه وصافي يا لبن بودره. حاجتك قدامك اهي. سلام عليكم. سلام ورحمه الله. ارجع عنك عاطف. احاكا طب نزل البتاع ده لحسن بتشائم منه. انت جاي لوحدك؟ لوحدي. طب وماله؟ ما انا طول عمري وحيده في دنيا وحيده، لا لقيت اب ولا ام ولا اخ ولا اخت. سمعت الاسوانه دي قبل كده واتشلت؟ طب مش تنبهني، هو انا مخي دفتر؟ حاجتك قدامك اهي. سلام عليك. اقف مكانك يا عاطف. اي حركه منك حاضر فيها المليان. مليان مين؟ انا غلطان. بتعملي ايه؟ الدنيا حرق. حر ايه؟ هتوديني في داهيه. الحقوني الحقوني يا خلقو، الحقوني. تعالوا تعالوا شهدوا. جوزي مع احط انواع البشر بيخوني. وفين؟ في بيتي. يا هانم ما تظلمينيش. ايوه ما تظلمهاش. افهمي الحقيقه الاول. افهمي يا حماره. حقيقه ايه؟ حقيقه ايه طيب؟ الدحلاب ده كل يوم يجي عندنا الفيلا ويلف حوالين السور ويعاكسني، وانا بوكل لكي حاول يكلمني. وطبعا ما رديتيش عليه. في يوم صلاح ضرب جرس الباب، عبده راح يفتح. عبده مين؟ رئيس البوابين. صلاح قال له انه عايز يقابل دادي. دادي مين؟ دادي ابويا. عبده دخل الصالون، ام خيريه جابت له القهوه. ام خيريه مين؟ الدادة بتاعتي. فهمت يا حماره؟ ام خيريه سمعته وهو بيطلب ايدي من دادي، دادي ما رضيش يديله ايدي. الحمد لله ما خدش حاجه. ومن يوميها كل يوم يبعت لي سبت ورد. ورد بفلوسي بفلوسي. صدقهاش يا ماما. كل يوم جواب غرامي مدعم بأبيات شعري جاهلي. وبتعرف شعر جاهلي؟ انا ميل دماغي يا هانم. والنهارده قال لي تعالي معانا البيت عشان اعرفك بمامتي. لا دي مش امي، دي ام 44. قصدي ام سخلول. ولما طلعت معاه هنا لقيت لهجته اتغيرت وابتدى يبص لي بصه من اياهم. اشمعنى انا ما بتبصليش ولا بصه من اياهم؟ ليه مش انا كل يوم ببص لك باشمئزاز؟ الحمد لله انك وصلت في الوقت المناسب قبل ما ينول غرضه. سلام عليكم. الباب من هنا. لا اصل الاسانسير عطلان والسلم متعب. من هنا تراوح. سلام عليكم. شفتوا بودانكم؟ شفنا. سمعتوا بعينيكم؟ سمعنا. يبقى تيجوا معايا. بريتك من الحق والمستحق يا صلاح يا ابن نبوية. اعطيني حرياتي اطلق يدي. مش بالسهل كده العشرة يا مدام شرباط. بعد اللي عمله ما نبقاش شارين ابدا. كنت بخلص لك في حبي من كل قلبي وانت بتخون الوداد من كل قلبك. البداية الغلط لازم توصل لنهاية غلط. وانا ما كنتش بدور على انسانة، انا كنت بدور على شقة. والراجل اللي جاوا الشقة سهل عليه يطلع شقة. ايوه بس انت كده ما بينطبقش عليك قانون الاحوال الشخصيه، بينطبق عليك قانون الايجارات. مش لازم الانسان يكرر الغلطه دي تاني. مهما قسي عليه جوله كنضات او علب السلمون لازم يدور على الانسانه قبل المكان. شوف شغلك يا استاذ. لا حول ولا قوه الا بالله. عملتها يا خاين. اتفضل يا سعاده الباشا. ايوه صلاح يلا لم قوتك وانزل عشان عندنا حمله. حاضر يا فندم. معايا. اتفضل سعادتك. اتفضل. هتنزل كده من غير طبنجه؟ ها؟ الطبنجه بتاعتك فين؟ ايوه جاهزه يا باشا. كل شيء جاهز، كل شيء تمام. سعادتك سعادتك يا باشا. الطبنجه بتاعتك فين؟ اتسرقت يا فندم. ايه؟ ايوه. كل ده صلاح شوقي؟ ابحث عن المرأة يا باشا. بيته يتسرق، يخون مراته ببيتها، طبنجته البيري يسرقوها. ده مش قادر يحمي نفسه، ده مش أمين على بيته. إزاي نستأمنه على آلاف العائلات؟ والقرار إيه يا فندم؟ القرار هيكون قرار المحكمة العسكرية. سيدي القاضي، حضرات المستشارين،
انظروا إلى ما نحن أمامه، إنها ليست قضية، فهذا العصفور الشريف الماثل أمامكم في وداعة التماسيح وهدوء الثعابين لا يمكن أن نحكم عليه إلا بالبراءة. هل سرق منزل صلاح شوقي؟ نعم، سرق منزل صلاح شوقي. هل لطشت طبنجته الميري 9 ملي؟ نعم، لطشت طبنجته. هل أتى بعشيقته إلى منزل الزوجية؟ نعم، أتى بعشيقته. ولكن كل هذا جزء من خطة وضعها بدهاء الشياطين ليكسب ثقة العصابة الشريرة في فشله، ثم ينقض عليهم كالبركان الثائر والموج الهادر، لتصبح قضيته وخطته درسا يدرس في كلية الشرطة قسم المباحث. اتركوه يمضي في خطته، وأنا واثق كل الثقة أنه في خلال 20 سنة سوف يقبض على المجرم لينال جزائه، ليصبح حبرة لمن يعتبر، وربنا يدينا ويديكوا طولة العمر. حكمت المحكمة العسكرية بعزل المقدم صلاح شوقي من رتبة المقدم وفصله من الخدمة مع حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة. الوصية الأولى، صلاح يا ابني عايزك تخلص نفسك وتقرا كتير، السرقة علم وأخلاق قبل ما تكون أي حاجة تانية. الوصية الثانية، الكتمان، السر لو جاوز 2 شاع واللي وقع ما يقرش على أخوه. الوصية الثالثة، الأمانة، الحرامي ما يسرقش في حارته والكلب ما يعضش ودن أخوه. الوصية الرابعة، الوصية الرابعة والخامسة لغاية 10 مش فاكرهم أنا، مش مهم. صلاح تحلف؟ أحلف. أحلف بكل ما هو واطي وخسيس أن أحافظ على أصول السرقة والتزوير والنشل، وأن أحافظ أيضا على كل مبادئ فرسان الكنبة المستنيرة، وأن أبذل قصارى جهدي في أن أكون فل الفل 100 فل و14، وأن أصل في الخطة الخمسية القادمة إلى 100 فل و19، وأن أهبر الهبرة الكبيرة وأأتي القتيل وأمشي في جلسته، ولا أسمح أبدا لمشاعري الطيبة أن تتسلل إلى قلبي، وأن أكون من آكلي حقوق البشر. رئيس مايسن.
خدوا ايدي هنا هناك. مبروك مبروك.